صباح الخير جميعا، وأهلا بكم في معرض الكتاب في لندن في حوارات المعرفة. طبعا حوارات المعرفة هي عبارة عن مبادرة ما بين اليو ان دي بي وكذلك مؤسسة المعرفة تابعة لمحمد بن راشد بن أو آل مكتوم. إذا دعوني أبدأ بقواعد هذه الجلسة. بداية هنالك ترجمة. طبعا سوف يتم عقد هذه الجلسة باللغة الإنجليزية. إذا أردتم أن تسمعوا لنا باللغة العربية فهنالك زر أسفل الشاشة بإمكانكم تضغطوا على زر الترجمة على أيقونة الكرة الأرضية وتقوموا باختيار اللغة العربية، وأيضا رجاء تفضلوا بطرح أسئلتكم في صندوق الأسئلة والإجابات. فإذا ها نحن الآن في أول مع أول ضيفنا لنا وهو ديفيد كاتس. كيف حالك؟ أنا بخير. فإذا جلستنا لهذا اليوم تسمى نصف إنسان نصف آلة. فإذا بداية ديف، أنت كاتب ومدرس، عفوا أنت مدرس ومدرب للاقتصاد أو التسويق الرقمي وكذلك تدرب الأشخاص والشركات. نعم أيضا، وقد ساعدت في إدارة تحليل البيانات ومشاركة في بعض الأعمال مع الزملاء. وأيضا أنت مؤسس شريك في نيوتسي وكذلك أطباء التعلم. تمام. فإذا بداية هدفنا هي عبارة عن أو عملنا هو عبارة عن عملية معالجة للبيانات وتحليلها. فإذا نحن نعمل مع الكثير من البيانات ونعالجها ونستخدم إحصاءات هذه البيانات من أجل مساعدة المشاريع لفهم البيانات بالشكل الصحيح، والذي سوف أتطرق له بعد قليل في هذا الصباح. وطبعا Learning Doctors هي عبارة عن مجموعة من الميسرين، ونحن نعمل كمدربين وكمدرسين وقد عملنا كثيرا في السنتين الماضيتين، وعملنا بشكل جيد ووجاهي ما عدا السنتين الماضيتين بسبب كورونا. ونأمل أن المشاريع والأعمال سوف يستمروا في تعلمهم من أجل أن يعوضوا الهوة التي وقعت أثناء جائحة كورونا. طبعا وأنت مهووس في القدرة على في قدرة أعمالكم على تغيير العالم. حقيقة نحن كالناس ومؤسسين وشركاء نحن نفهم بأن هنالك المزيد مما يمكن عمله فيما يتعلق بمعالجة البيانات، ويبدأ هذا من خلال الإعلان عن هذا وترويج له من أجل ضمان فهم هذه المسألة الكبيرة. وقد وسوف أتطرق لهذا الموضوع طبعا خلال اللحظات. أكيد أكيد أعلم أن لديك عظم تقديمي. هل لك أن تخبرنا هل نحن ما هي الـ Human 2.0؟ هل نحن نصف إنسان نصف آلة؟ ما الذي يعنيه ذلك؟ وما هي تبعات ذلك على المستقبل؟ حقيقة هذه أسئلة مهمة للغاية، وما أود أن أتكلم عنه حقيقة هو في هذا الصباح وهذا الموضوع. فبالتالي يمكنني أن أبدأ مباشرة. هل تودين ذلك؟ نعم تفضل. فإذا العنوان هو نصف إنسان نصف آلة. أنا أي بورغ، يو بورغ، وي أول بورغ، وجميعنا نحاول أن نسيطر كالآلات. فإذا الفكرة هي تبدأ هذه كما هي الحال مع معظم الأشياء، تبدأ بالقصة. ففي العام 2000 كنت أجلس في منزل صديق لي أستعد وأجهز نفسي لكي أحضر مباراة كرة القدم، وقد كنت جالسا مع الوالدين في غرفة المعيشة. وكما تعلمون كنا جالسين ونشاهد التلفاز، وكان هنالك حقيقة قبل يعني أيام ما كنا نشاهد على الشاشات القديمة، وكنا نشاهد التلفاز، وكان هنالك حديث قد جرى في ذلك الوقت من قبل رئيس الباحثين في مؤسسة معينة، وقد كانوا يتكلموا عن الأشياء التي يشعر أنها سوف تحصل في المستقبل. ومن الواضح أنه كان هذا كما قلت لكم في العام 2000. فرئيس الاي بي ام للأبحاث والتدريب والتطوير كان هنالك عدة مواضيع نتكلم بها عن مستقبل التكنولوجيا، وقد قال شيئا حقيقة صدمني وعلق معي منذ ذلك الحين، ربما هو يعني قد يكون احد يعني العمود احد اجزاء العمود الفقري للمستقبل. فقد قال انه في العام 2020 يعني بعد 20 سنه من ذلك الوقت، بحلول العام 2020 قال
أننا سوف نصبح نصفنا إنسان ونصفنا آلة، وهذا بالنسبة إلي بدأ يعني شيئا غير مصدق. حقا تقول أنه بعد 20 سنة سوف نكون نصف إنسان ونصف آلة بحسب هذا الشخص، يعني رئيس فرقة الأبحاث والتطوير فيها IBM، وهذا طبعا يعني أثارني كثيرا، وفكرت أن هذا أمر مثير للاهتمام حقا وشيء يعني غريب. وكان لدي سؤال، أو دعني أقول الكثير من الأسئلة، وقد كنت أتعجب ما الذي يتكلم عنه، ما الذي يقصده عندما قال أننا سوف نصبح نصف إنسان نصف آلة. وأنا دائما حقا يعني ترعرعت، وأنا أحب الخيال العلمي، وكما قلت فإن يعني طبعا هذا الخيال العلمي يعني أمر نشأت معه، وليس الكثير لم يعني يحب هذا المسألة، فبالتالي أنا يعني دعني أقول على دراية ببعض الأمور المتعلقة بالخيال العلمي. فعندما تكلمنا عن نصف إنسان ونصف آلة، فهل نحن حقا نفكر بأننا نصبح يعني روبوتات أو رجال آليين، وكأننا نصف إنسان أو نصف يعني معدني دعني أقول، أو أن الدماغ قد يزرع فيه رقاقات إلكترونية؟ فعلى سبيل المثال يعني كان هناك الكثير من هذه التخيلات لدي، فقد كنت أشاهد فيديوهات عن أشخاص يحاولون القيام ببعض هذه الأعمال وجعل الإنسان نصفه آلة. حقيقة يعني كان هذا أمرا يعني بمثابة خيار علمي بالنسبة لي. لدينا أشخاص مثلا في مثل إيلون ماسك حاولوا أن يقوموا بتطوير واجهات دماغية آلية وغيرها من الأمور، تجعلنا نصف آلة. فما الذي يعنيه هذا الشخص عندما يقول نصف إنسان ونصف آلة؟ ما الذي يعنيه بالضبط؟ وهل هذا يغير حقيقة أو أساس البشر؟ فإذا إذا بدأنا بوضع رقاقات سيليكونية داخل أدمغتنا وبدأنا بتلقي الأوامر أو نتصرف كآلات، هل سوف نتوقف عن كوننا بشر أو إنسان؟ هل سوف نبدو غريبين ومختلفين؟ هل ننحرف بعيدا عما نعلمه كبشر؟ وما هي إنسانيتنا أساسا؟ وما هي طبيعة هذا الأمر؟ فنحن نعلم الآن أن الكثير من الناس ومن كافة العروق والجنسيات والألوان والأعمار، هل سوف نتأثر إذا كنا نصبح نصف آلة؟ حقيقة هذا أمر كنت أفكر به بشكل كبير في 20 سنة الماضية، ومنذ أن سمعت هذا القول من هذا الشخص من الذي يتكلم عنه، وبدأت أفكر حقيقة ما الذي يعنيه أن نصبح بشر؟ هل نحن نتكلم عن مسألة الدماغ وكيفية طريقة تفكيرنا وكيفية عمل دماغنا، وهل هذا سوف يؤثر على جسدنا المادي؟ هل نتكلم عن أهمية الإنسان؟ هل سوف نصبح مهووسين بفكرة الوعي وما يعنيه ذلك؟ وهنالك حقيقة ظهرت فكرة أنه نصف إنسان نصف آلة من ناحية الجسم، أو شخص ذو وجهين، وبدأنا نتفكر حقيقة عن أمور أخرى مثلا عن الحيوانات. الحيوانات لها أدمغة، بعض الحيوانات مفترض أنه يوجد لديها وعي. ما هو الفرق بشكل نهائي بين هذه الحيوانات ونحن؟ وكيف نصبح شخصا أو كيف نصبح مختلفين عن الحيوانات؟ وما كل أوجه التشابه والاختلافات كانت غير واضحة حقيقة. وإذا أخذنا هذا واحدة من هذين الاثنين، الدماغ أو الجسد، فعندما نفكر عن شخص أو كائن مثلا يجلس مثلا في غرفة مستشفى، ربما يكون هذا الشخص يعني يصل وصفه بأنه شخص دون أي أنشطة دماغية، أي أنه لا يوجد أعمال دماغية تعمل في جسده أو في دماغه، لأنه يعني آلة. ماذا لو نظرنا إلى النقطة المخالفة وفكرنا بشخص مثلا هو يعني دماغه قوي جدا، ولكنه يعيش في جسد معين على سبيل المثال؟ يعني هناك الكثير من أو يعني أقول يعني قد يشتمل هذا على الكثير من الكائنات التي سوف تكون بهذا الشكل في المستقبل. وما هو نوع البشر أو طبيعة الجنس البشري من ناحية كونه، من ناحية هل هو جسد، هل هو كينونة، هل هو وعي، ما هو بالضبط؟ ومرة أخرى عند التفكير بهذا السؤال مرة أخرى، سواء إذا كان بحلول عام 2020 سوف نصبح مثل هؤلاء الأشخاص، هل سوف نصبح جزءا أو نصف إنسان ونصف آلة؟
أعتقد أنه من المثير للاهتمام أن نأخذ بعين الاعتبار ما الذي يعنيه أن تكون إنسانا، وهذا قد يعني دعني أقول يستحق أن ننظر إليه بطريقة مختلفة. فنحن مثلا هنا في معرض الكتاب في لندن، وننظر إلى جميع هؤلاء الأشخاص، ونرى أشخاصا من كافة أنحاء العالم يأتون هنا ويقومون ببعض ما لديهم. بإمكاننا أن ننظر مثلا إلى الثقافة الغربية، وحيث نقوم بوضع الأولويات حقوق الإنسان، والناس يتكلمون عن مثلا يقولون أنه هذا ما سوف أقوم به، وهذا ما يعني هذا الشيء بالنسبة لي، وما إلى ذلك. وهذه طبيعتنا، وهذا مهم للغاية، لا يوجد شيء خاطئ أو صحيح بخصوص هذا الموضوع. ولكن ربما في العالم الشرقي ربما يكون هناك أكثر تهديد، يعني تركيز أكثر على الـ الأمور الجماعية، بمعنى لا الفردية ليست مهمة بقدر أهميتها عند الثقافة الغربية، حيث هنالك اعتمادية على بعضهم البعض من ناحية الثقافة الجماعية. وفي الأعوام القليلة الماضية رأينا ذلك أثناء الجائحة، ربما هذا كان شيئا موجودا في العالم الغربي كنوعا ما شيء مختلف عما هو في الثقافة الشرقية. فقبل بضعة أسابيع سمعت قصة عن قصة في حدثت في الصين، حيث حصلت كما تعلمون حادثة كوفيد 19، وبعدها أصبح هنالك إغلاقات وانتشار لهذا المرض، فبالتالي علق الجميع في شققهم وبيوتهم. فإذا هذه المسألة يبدو أنها ظهرت من زاوية عرفته على أنها شيء يعني مروع للغاية، أن هنالك الآلاف من الأشخاص لا يستطيعون الخروج من شققهم بسبب الجائحة. ولكن إذا نظرنا إلى الجهة الأخرى، فربما هنا نفهم أكثر أن هذا الأمر متعلق ليس بشخص أو 200 شخص، ولكن متعلق بسياق مجتمعي كامل ويشمل مئات والعديد من الأشخاص، وأن هنالك أشخاص لا يستطيعون السفر مثلا بشكل حر ومستقل. يبدو أن هنالك خللا في الصوت، يقول المترجم. المترجم لا يستطيع سماع ما يقوله المتحدث، نعتذر عن هذا الخلل. فإذا كان هنالك نقطة مروعة للتفكير بها عند التفكير عن هذا الموضوع، بحيث إنه إذا أصبحنا نصف إنسان ونصف آلة. وهنا أود أن أقول أنه وما يتعلق بالإبداعية. فإذا دعونا نتكلم مرة أخرى عن الموسيقى والأفلام والفن بشكل عام، وفكرة أن الإنسان الذي نستطيع خلقه أو إبداع الإنسان قد هو جزء أساسي منذ رجل الكهف الأول، منذ الإنسان الأول. فإذا مسألة الإبداع هي جزء كبير مما ماهيتنا أو طبيعتنا كبشر. فإذا قبل الانتقال إلى المزيد، مسألة التطور أو تطور البشري، تطور الإنسان، انتقال من رجل الكهف إلى إيب أو القرود العليا، وبعدها إلى إنسان منتصب القامة. فإذا هذا أمر قد نكون جميعنا على دراية به في هذا الوقت. فإذا من خلال مهنتي أو على مر مهنتي فكرت كثيرا بهذا الموضوع، هل سوف نصبح نصف إنسان أو نصف آلة؟ فإذا هذا الموضوع كان دائما يتردد في ذهني، وقد قلت بأن هذا الموضوع أن يعني يتطور، فنحن بطبيعة الحال نتطور بشكل دائم، وقد لا نكون بعيدين جدا عن فكرة أننا قد نصبح يعني نصف إنسان ونصف آلة في المستقبل القريب. ولكن أود أن أفكر في هذا الموضوع فيما يتعلق بالتسويق الرقمي، وفي المراحل الأخيرة من مهنتي، دعني أقول خلال 4 أو 5 سنوات، حيث كان هناك الكثير من التعليم والكثير من العمل قمت به كمدرب، وتسيير الكثير من الأعمال ومساعدة الأعمال والمشاريع من أجل إدخال وإدماج التكنولوجيا في عملهم. طبعا كانت هذه أعمال كبيرة، وربما كانت التكنولوجيا هي يعني حقيقة يعني كان جزءا كبيرا من المساعدة، ولكنها لم تتحكم بهذا الموضوع بشكل كبير. فإذا بالنظر إلى التعلم الآلي مثلا وعلم البيانات، وأنا بدأت أن أفكر يعني هل أستطيع القيادة، يعني
عملي أنا وشخصي كرجل لديه 3 أطفال وككاتب ومدرب وشخص يستمتع بالأمور البسيطة، فجميع هذه الأمور خطرت في بالي. وعندما أقوم ب وطبعا أقوم بالغناء لا أتذكر مثلا كلمات الأغنية مثلا، طبعا لو كان هنالك، يعني أقول شاشة في عيني سوف يكون هذا جيدا، ولكن سؤالي هو أين نحن الآن؟ هل حقيقة يعني نفد منا الوقت؟ هل توقف الزمن عن المضي قدما؟ وهل وصلنا إلى هل هناك أي احتمالية؟ هل نحن فعليا نصف إنسان نصف آلة؟ يعني في العام 2018 بالنظر إلى العام 2018 لا أعتقد أن هذا الموضوع انتهى. وسؤالي هو كم عدد الأشخاص الذين نراهم موجودين الآن يبدون مثل هذا الشخص؟ ليس الكثير حقا، لا يوجد أحد. فحقا يكون من الواضح أن نستنتج أننا لم نحقق هذا الهدف بعد، ولكن هذه ليست الصورة الكاملة. حقيقة بإمكاننا أن نرى أن هنالك أقلية من الأشخاص الذين لديهم رقاقات صغيرة موجودة في أجسامهم. وطبعا هذا يعني من الأبحاث الطب أو علوم الطب من أجل مساعدات الأشخاص على التواصل والتعامل. فإذا كان هنالك أحد أن يعمل أي بحث على جوجل عن الأشخاص الذين يوجد بهم رقاقات، فهذا الموضوع يعود بتاريخه، أو يعني نقول حتى لو شاع فسوف يكون هذا في العام 2030 أو 2040، حيث سوف يكون مثلا هنالك أشخاص لديهم رقاقات في أيديهم وبإمكانهم أن يستخدموها كبطاقات صراف أو كبطاقات بنكية. فإذا هناك استخدام لهذه التكنولوجيا، ولكن على المدى الأبعد. وكما قلت يعني نعلم أن إيلون ماسك هو يقوم بالكثير من الأبحاث في أحد أعماله حول الواجهات الدماغية، حيث يتم وضع رقاقات في الدماغ. فإذا إلى حد ما هل وصلنا إلى هنالك؟ حقيقة لم نصل إلى هذه المرحلة بعد حاليا، ولكنني بدأت أفكر كما أعمل دائما أنه لدي هذا السؤال أين نحن الآن، وبدأت أفكر أنه ربما يوجد هنالك حالة، ربما الموضوع لا يتعلق بفكرة وجود رقاقات موجودة في أدمغتنا، ولكن ربما كان هنالك أمر يتعدى ذلك إلى مفهوم وجود أدمغة كجزء من الرقاقات هذه، وربما يظهر شيء ما في 10 سنوات القادمة أو ما إلى ذلك. فهذا يحصل بشكل تدريجي وبشكل بطيء، وهذا أعتقد أمر يستحق الدراسة. وأيضا الهواتف الذكية أيضا جزء من ذلك. وأيضا أود أن أخبر القصص، لأن أحب حقيقة إخبار القصص. فإذا هذا شخص يسمى جيف. فإذا جيف، أو دعني أقول هو زميل لي، عملنا مع بعضنا البعض في تقديم البرامج التلفزيونية وإعطاء جلسات تعليمية وتثقيفية في ليرنينج دوكترز. وجيف كان لديه عمل قبل عدة سنوات على جوجل، حيث كان يقوم بدرب الأشخاص على الأمور البرمجية وما إلى ذلك. وما أود أن أقوله لكم في سياق هذا الموضوع أو هذا التقديم، أن هذا الشيء قد يحصل في الساعات الأولى. فإذا في بداية اليوم أو اليومين كنا نتكلم عن القواعد الأساسية، أو أحد الأمور التي كنا نتكلم عنها هي أنه وهو التشتيت الذي يوجد لدينا جميعا. فأنا أجلس هنا وأستطيع أن أرى هنا الكثير من الأشخاص يمشون هنا وهناك، ولديهم هواتف في أيديهم، وبعضهم لديهم هيدفون على رؤوسهم أو سماعات. فحقاً هذه كلها أمور تدعو إلى التشتيت. فإذا علينا أن يعني دعني أقول نحث تركيز الأشخاص حول موضوع معين. وقد بدأ جف هذا الكلام، حيث سمعته لأول مرة وقد قال أنه كيف نقوم بكسر العادات التي يملكها الأشخاص من أجل تحفيز انتباههم وتركيزهم. فإذا كان يقول جيف، لدي اعتراف يا جماعة، حقيقة أنا مدمن. فعندما تقول ذلك إلى عدد من الأشخاص، فسوف يتوقف الأشخاص ويتركوا ما بأيديهم وينتبهوا، وتقول لهم أنا مدمن، أنا أعترف بذلك، لدي إدمان، فأنا مدمن على شيء معين. مثلا قد يقول أنا مدمن على الهاتف الذكي الذي لدي. طبعا هنالك يعني الأشخاص بالتالي يعني يكونوا الجميع دعني أقول مركزين معه.
والشيء الآخر الذي قاله فيما بعد حقيقة أخذني إلى فكرة نصف إنسان نصف آلة، وقد قال أنه أوخر شيء هو أن نود أن نقوم به هو أن يعني أول شيء نقوم به هو تفحص هواتفنا، وآخر شيء نقوم به قبل أن ننام. فمثلا أنت في بداية اليوم تقوم بتفحص هاتفك، وكان لدينا حقا يعني أو قلت لنفسي أن هذا حقا مثير للاهتمام، هل وصلنا إلى الدرجة أن أدمغتنا هي جزء مما نقوم به تحول إلى هذه الأجهزة؟ هل نحن لا نثق كما ناقشنا قبل، لا نثق بالدماغ والجسد؟ ربما يكون هنالك نوع من البداية لهذه المرحلة. وأنا لا أعتقد أن هي هو الجهاز بحد ذاته، ولكن طريقة استخدامه، فمثلا الهواتف الذكية إلى حد ما لديها تأثير على ماهيتنا، وطبعا لديها تأثير على العلاقات ما بين الزوجي وزوجته على سبيل المثال، ونحن نعلم مما نرى أنه إذا كان لدينا أبناء فإن هنالك قد يكون تأثير على الدماغ. وطبعا نحن نعلم أن المراهقين لديهم هذه الحاجة إلى تطوير التشبيك ومعرفة الآخرين، وقد يكون لديه تأثير سلبي ويؤدي إلى الاكتئاب. نحن نعلم بأن الهواتف بشكل أساسي تغير التجربة الإنسانية، ولا أعتقد أن هذا فقط الإنسان أو هي الهواتف الذكية، وإنما طريقة استخدامنا، ولكن أعتقد أن الهواتف هو وسيط جيد لفهم الأمور. فإذا هل الرقاقات السيليكونية قامت بتغيير الطبيعة الأساسية للتجربة الإنسانية؟ أنا أقول نعم. فدعني أقول مثلا، دعونا نفكر بما هو واضح. فإذا لدينا صور، أو دعني أقول ذاكرات الفيديوهات والأمور التي قمنا بها، معظمنا يجلس ممن يجلس اليوم يتذكر شيئا موجودا على هواتفهم الذكية، وبعض الذكريات المبكرة المثيرة للاهتمام هي أمور لا نتذكرها بشكل مباشر، وإنما لدينا صور عن الأشياء التي نتذكرها. فإذا الصور والفيديوهات والذاكرة مهمة للغاية، ولكن من لديهم هواتف ذكية ممسوكة بأيديهم لآخر 3 أو 4 أو 5 سنوات يأخذون صورا للأمور وتصبح جزءا من طبيعتهم، وهذا يذكرنا بمسألة التشبيك الاجتماعي، بما قمتم به قبل سنة أو سنتين أو 3، وتقول نفسك أو لقد قمت بهذا أو بذاك. لأن طبعا هنالك لوغاريتمية معينة تقول لك ما قمت بإنجازه خلال السنة أو السنتين الماضيتين وما إلى ذلك، ولكن كجهاز اتصال فإن هذه الهواتف تساعد في تحفيز ذاكرتنا أو تقوية ذاكرتنا. بالإضافة إلى ذلك طبعا من هذا جزء مهم، وهذه الأجهزة مهمة للغاية كوسيلة للتواصل ما بيننا نحن كبشر. فإذا هنالك بعض المؤسسين أو شركاء المؤسسين الشركاء، وأنا لست واحدا منهم، وطبعا كلهم في دولة مختلفة، ولكن ومع ذلك نحن نلتقي بشكل شبه يومي على الأجهزة الرقمية. الهواتف الذكية طبعا هي جزء من الشبكة التي تساعد في توفير الإنترنت للجميع، وهي شبه مجانية. فإذا طريقة سلوكنا تعتمد على استخدام هذه الأجهزة، ومن المحتمل أنها قد تكون طريقة لضمان أننا نتواصل مع الأشخاص الآخرين دون التقويض من خصوصياتهم. أيضا نقوم باستخدام الهواتف الذكية كجزء من الترفيه لدينا، كما أنا متأكد لدينا الجميع لدينا نتفليكس وتايم برايم وتايم شو وما إلى ذلك، أو الشو تايم، واستكشاف الفنون الجديدة والأفلام الجديدة وما إلى ذلك. فإذا هذه أمور تحبها، بإمكانك أن تستخدمها عبر هذه الأجهزة، ولكن طبعا هنالك أشخاص لديهم أمور يحبوها مختلفة عما تحبه أنت، فبالتالي يجدون ما يحبون. فإذا هذا شيء رائع، فالجميع يكون جزءا من هذه العجلة إن صح التعبير. ومن الرائع أنهم يجدون ما يلهمهم، وهذا شيء رائع للغاية. فإذا كتجربة هذه تزيد من خبراتنا، وهذا شيء رائع. فإذا هذه أجهزة شبه مجانية ولديها تأثير على المستقبل للبشرية.
أيضا مثلا مسألة كتابة المذكرات والتخطيط وما إلى ذلك، إذا هناك الكثير من الرسائل التفكير التي تأتيك وما إلى ذلك. وبالتالي إذا أردت تذهب إذا مكان مثلا هناك بإمكان استخدام الجي بي إس كي يأخذني إلى مكان معين، أو قد أطلب مثلا توصيلة من أوبر أو غيره فبالتالي يمكن توصيلة إلى هذا البيت. فإذا هذه حقيقة يعني يوفر سبل لكسب العيش للآخرين، يعني هذه حقيقة يعني أمور رائعة، حتى أن السائق نفسه لا يضطر إلى معرفة الطريق، وإنما عليه جهاز استخدام هذا الجهاز. فإذا أعتقد أن هذا مثير للاهتمام، وربما قد يعني دعني أقول شاركت أفكاري مع الآخرين، وتكلمت عن كيفية أن اللوغاريتميات تساعدنا في اكتشاف بعض الأمور، وهذا ودعني أقول أن الأشخاص الذين هنا والأشخاص المارون من هنا والأشخاص الذين طبعا لا يستطيعون القدوم معنا وجاهيا بإمكانهم رؤيتنا عبر هذه الأجهزة. وأتذكر أن هناك كان هنالك بحث شاركته مرة، يبدو أن الصوت يتقطع. عن طريقة استخدام الهواتف الذكية ومدة استخدامها، كان هناك استخدام حوالي 4 ساعات بناء على هذه الدراسة للشخص العادي، حيث يقوم الأشخاص الاعتياديين باستخدام هذه الأجهزة لمدة 4 ساعات كمعدل، ومشاركة تجاربهم وخبراتهم. فإذا هنالك هذه كمية كبيرة من الساعات اليومية. ولكن السؤال هو ما هو الأفضل؟ كيف بإمكاننا أن نقارن ما بين الرفقات السيليكونية أو الأدمغة السيليكونية مع الأدمغة العضوية أو الطبيعية؟ فإذا العمر الافتراضي للآلة ليس بالضرورة أنه يتم إغلاقه أو إطفاؤه. أيضا هنالك نوع مجاني من التحيز الموجود ضمنيا، وهذه طبعا تعد فائدة، وأنهم الآلات لا يستطيعون التفكير بأنفسهم وإنما يقومون بأداء مهام من مبرمجين عليها. فإذا من الناحية الأخرى فإن الأدمغة العضوية هي قادرة على الخروج بالتفكير الابتكاري أو الأصالة دعني أقول، ولكننا نعلم أنه بشكل عام بإمكاننا أن نأخذ الكثير من المدخلات في آلاف الأماكن والقيام بخلق الإبداع والفنون. فإذا الإبداعية هي أصيلة أو جزء من الدماغ العضوي، وكذلك القدرة على الذكاء أو الحدس، القدرة الحدسية دعني أقول. فمثلا اليوم قلت لي أن هنالك الكثير من السيناريوهات التي قد تأخذ مجراها بطريقة معينة. فإذا بحسب التجارب والخبرات التي مررت بها فإنه يكون لدي نوع من التصور حول مجرى الأمور. فمثلا إذا ظهرت في مكان معين فبالتالي سوف يحصل كذا وكذا وكذا، فمثلا إذا قام شخص وقام بتهديدي فما الذي سوف أقوم به؟ فإذا هذا يعني أعطيني نوع من الحدس. وطبعا لا نستطيع ان نعلم الكمبيوتر كيف يكون لديه حدث. وايضا نعلم ان الادمغه البشريه تحتاج الى النوم من 6 الى 8 ساعات بشكل يومي، وهذا طبعا اكيد اكثر مما تقوم به الكمبيوترات. وطبعا نحن طبعا معرضين للمرض والموت. الان بامكانك ان تقول ان الكمبيوترات او الحواسيب تحظى بفيروسات وما الى ذلك، ولكن طبعا هذا الموضوع مختلف، بحيث اننا نتمكن من لأننا نتمكن دعني أقول من احتساب العمر الافتراضي لهذه الآلات. نعم. أيضا هنالك العرضة بالنسبة للأدمغة العضوية، أنها عضوية كما قلت للموت أو المرض، وأين هم يقودون حياتهم من خلال التحيز والعواطف. فإذا التحيز والعواطف هي جزء من الدماغ العضوي، ولكن حقيقة هذا طبعا
نصف آلة ونصف إنسان، فإذا بالانتقال فقط من هذه لنتأكد بأن يكون هناك جزء أو نصف إنسان ونصف آلات، ننظر إلى الحقيقة بأن هناك بعض هؤلاء البشر الذي تكون طبيعتهم، أو ربما هذا الانطباع الذي نأخذه بأنهم جميعا يقومون بالقيام بالانتقال بمركبات فضائية، وهذا يكون أمرا جماعيا بالنسبة إلى الأمور التي بدأت تفكر بذلك بأمر مثل الاهتمام بأن هذا تم بناؤه، وما الذي يحصل ضمن التعلم بالنسبة إلى تعلم الآلات والانتقال من أن يكون هناك الوعي المنفرد إلى الوعي الجماعي، وبعد ذلك نظرنا إلى التعليم وأمر نظرنا إليه أيضا في التكنولوجيا، فذكرنا أمورا مثل أمازون مع التوصيات بالنسبة لمحرك الكتب ونتفليكس أيضا، والتوصيات الموجودة كمحركات ولينكدين وفيسبوك التي توصي مع من نريد أن نتواصل والذي يعتبر مثير اهتمام. الآلة هي التي تقود من الآن إلى عملية الحضارة البشرية، فهناك بعض الأمور التي أود أن أتحدث عنها، هو أمر أين ذلك يصل بنا إلى المستقبل. إحدى الأمور التي نراها بهذه الأعمال التي ننظر إلى أين من أين تستطيع أن تستفيد هذه الأعمال من فهم هذه البيانات المشفرة، البيانات دمجها جميعا معا والذي لا يقوض الخصوصية. فإذا ننظر إلى الأفكار الغربية بالنسبة لأفكار الأشخاص وأفكار وأيضا الفلسفة التعلم من الجماعة، وبعض المشاريع التي شاركنا بها خلال السنوات التي مضت هي كانت بالنسبة للطريقة التي ممكن نستفيد منها من هذه المعلومات في المستقبل كبشرية، وإحداها كانت الذي كان واضحا بالنسبة لي هو أن يكون بالنسبة إلى التخطيط إلى البلد والبلدة. فإذا مدينة المستقبل هذه تبدو ممكن تكون فكرة تم أخذها من هذه البيانات الجماعية، وهذه أفكار نأخذها من بعض الأشخاص وفهم على سبيل المثال عملية الهجرة وأين تذهب الأجهزة طبعا لفهم الأشخاص وفي عديد من المرات في اليوم. فإذا مثلا بالنسبة لهذه البيانات الموجودة في المستقبل لنقل كمكان التسوق أو يكون كمكان للاستمتاع والترفيه مثل السينمات، وأين ستنتقل هذه الأجهزة ثانيا؟ هل هناك مثلا إلى مطعم معين، أو هناك ذهاب إلى بعض مثلا هذه الأجهزة إلى أماكن معين؟ ربما يكون طبعا مع أطفاله ربما يفضل مطعما على آخر، هل نحتاج هذه المطاعم في أماكن أخرى؟ هل نستفيد من أن تكون هنا أو هناك؟ وبناء على هذه انتقال الأجهزة هذا يكون مثيرا بالنسبة لنا بالنسبة لبناء مدينة المستقبل لفهم هذه الأجهزة إلى أين ستذهب بأوقات مختلفة. وكان لدينا نقاش آخر الذي كان مثيرا للاهتمامي، وحتى تقريبا كانت لي المصلحة للجميع. كان لدي صديق كان باحثا علميا في الجامعة وقال قام بسؤالي قبل سنة إذا كنت قادرا أن أساعده في إحدى المشاريع البحثية التي يعمل عليها. كانوا يريدون أن يحصل بعض المعلومات وأيضا حتى الوصول للمعلومات السفر والمعلومات الصحية الموجودة للأشخاص ويتم دمجها مع بعض المعلومات الأخرى. والنقطة العامة هنا هو فهم إذا عملية الإغلاق الذي يؤثر على انتشار جائحة كورونا ليس بسبب لنقل الجائحة الموجودة، لأنه كان هناك أثر سلبي على بعض الإغلاقات على الصحة الذهنية، وأراد أن يفهم ما هو الأثر الإيجابي على عملية إيقاف انتشار هذا الفيروس وكيف يؤثر ذلك. فهي عملية معالجة البيانات خلال وقت طويل لفهم كل ذلك، وشعرت إلى أين نصل بهذه النقطة. عندما بدأنا بهذه البداية كنا نفكر في هذه الفكرة بأنه نصف إنسان نصف آلة الذي يعتبر حلما بالنسبة لي، ولكن كانت هذه النقطة والذي يعتبر مثيرا بالنسبة لنا كاهتماما كبشر هو أنه لدينا طريق الآن ليس فقط أن نقوم بمعالجة بياناتنا، ولكن أن لا ننسى بعض الأمور ولا نعتمد على بعض الناس يقولون بأن هذه تعتبر إثبات، وأردنا أن نتعامل مع الحقائق والأرقام طريقة إيجابية. يعني أعتقد أن هناك كان هناك بالأفق بعض منا ربما لبعض الأراء أن هناك تم تحديد مدة سنة إلى الأمام عندما يكون ذلك بالنسبة للتغير الرقمي، وهذا طبعا النقطة التي تؤثر علينا جميعا. وربما إذا نحن
ككائنات بشرية استطعنا عملية جمع وأن نجد طريقة أيضا للخلاص. ربما يكون لدينا أفضل طريقة لنصل إلى خط الخلاص لنقول ومسار الخلاص، ونقوم أيضا بمساعدة هذه الكمبيوترات التي ساعدتنا لنقوم بعملية السؤال الصحيح لتساعدنا بالإجابة عليه. أختتم هذه النقطة، فإذا نحن جزء منا، نصف بشر ونصف آلة، وهذا يضعنا في وضع أفضل للانتقال إلى الأمام. وهذا ما أردت أن أتحدث عنه هذا لليوم، وأتمنى بأن هذه كانت محادثة ممتعة بالنسبة إليكم. شكرا ديف، أنا استمتعت فعلا الاستماع إليك وهذا العرض الذي قدمته. إذن أنا أتوجه على كل نصف إنسان نصف آلة، خاصة مع كل هذه الخوارزميات وحتى شبكات التواصل الاجتماعي التي أستمتع بها. أنا أريد أن أتلك أن يخبرني ما هو طبعا المسلسلات القادمة، أنا أحب ذلك، ولكن على سبيل المثال لبعض منصات شبكات التواصل الاجتماعي يقترحون أناسا ربما تعرفهم، لبعض منهم أوكي أنا أعرفهم ولكن أنا لا أريد أن أكون صديقا معهم أبدا. ولكن متى ستكون الآلة لنقل يعني لديها بعض العواطف التي تفهم؟ هذه إحدى الأسئلة بالنسبة إلى الوعي الموجود لهذه الآلات وبعض الأمور التي أظهرتها أيضا وقمت بتحدث عنها وبحثت عنها هذه الشريحة مسبقا. وأردت أن أذكر أيضا خلال العرض هو حقيقة أنه ليس أي من الناس الموجودين بهذه الشريحة هم حقيقيون، وكلهم تم بناؤهم من خلال آلة أيضا، ولكن أقوم بالنقر على موقع وقمت بإنشاء طبعا هذه الصور. وفكرتي أن تكون هناك عاطفة وأيضا حتى الوعي بالنسبة لهذه الآلات، بالنسبة للخيار العلمي يجب أن نكون مدركين لحقائق، ولا أعرف إذا كان ذلك هو النهج الحقيقي أم لا، ولكن بشكل مثير اهتمام أنا أقوم بتوسيع هذه التجربة هنا. أمر آخر أن هذه ليست أناس حقيقيا، ولكن وضعت خط في هذه الخوارزمية ليقوم بصناعة صور أيضا وبعض الفنون التي تساعدنا لوضع بناء على هذه بعض العواطف. حتى الفكرة للآلة أن تقوم بإنشاء أمر مثل ذلك قمنا بتجاوز، لكن فكرتي للكمبيوترات أن تكون طبعا عاطفية مثل الناس ولديها الأحاسيس والمشاعر، هذا يعتمد على ما نعنيه بهذه الكلمة. فإذا يجب أن نعني أو نبدأ بما تحدثنا عنه بالنسبة للوعي، وهو سؤال واحد وليس بالضرورة أن يحدثون الآن بيننا، ولكن بالتأكيد هذا عندما الناس يجب أن يسألوا هذا السؤال. وأعتقد مرة أخرى أن هذا سيكون طبعا يجب أن يكون هناك أناس أذكياء جدا ينظرون إلي بشكل رغبة، لأن الخيال العلمي هو يعلم الكثير بالنسبة للأمور المختلفة التي لم نتخيلها مسبقا. شكرا ديف، وذكرت البيانات والمعلومات هي مهمة جدا، ولكن عندما نفكر بالنسبة لحماية البيانات والمعلومات هي مهمة جدا. إذن مرة أخرى، قبل سنة كنت أعمل بالنسبة إلى بعض المعاهد لعملية التحول إلى الأمور الرقمية والتحول الرقمي، وهي الأمور البيانات والمعلومات هي نقوم بحمايتها كثيرا، لأن هي مهمة جدا للأفراد والأشخاص، والكثير منا أيضا لم يقم بوضع بياناته الشخصية حتى، من المهم جدا أن نقوم بوضعه وبناء بنية تحتية، لأن ذلك ونؤكد أن ذلك لن يحصل بالنسبة لاختراق خصوصية الناس والبيانات نصيحة أيضا، وحتى إذا كان في مستعمل أو إذا كان أناس معنية حسنة أو ربما يلتزمون بالتعليمات، ولكن هناك بعض الناس لسوء الحظ لديهم نية سيئة أيضا يحاولون الحصول على بعض المكاسب من خلال اختراق البيانات الشخصية لهؤلاء الناس. ولكن نعم، حماية البيانات هي مهمة جدا، ومن المهم جدا أن نقوم بوضع البنية التحتية ونلتزم بالقوانين والتعليمات أينما وجدت. رائع، نبدأ أن نحصل على أسئلة من الجمهور. لدينا عديد من الأسئلة، ولكن أولا أود أن أرى إذا كان الجمهور الموجود معنا بالقاعدة كان لديكم أي سؤال. من الرائع أن نكون هنا طبعا مع أناس في هذه القاعة، أعتقد أنهم خجلين بعض الشيء، أعتقد أن بعض الناس خجلين طبعا. سأبدأ بالأسئلة.
سؤال طويل، هل تعتقد أن هناك تطور تكنولوجي بالنسبة إلى عملية وضع هذه الشرائح الإلكترونية التي ممكن الناس يقومون بزراعتها ويكون لديهم هذه القدرات الخارقة من خلال استخدام هذه الشرائح الإلكترونية؟ سؤال هام جدا. هذا يتأثر بالنسبة إلى الخيال العلمي وما يعني بالنسبة إلى ذلك؟ بعض الأمور التي نراها أيضا في المستقبل القريب، نحن يعجبنا أن نكون خائفين. هناك أمر نعرفه خاصة عندما يتعلق الأمر لعمليات فحص بعض لنقل المتاجر التي ننظر إليها. هناك بعض الناس الذين يتجولون بهذه المتاجر، ونعلم من مراحل كانت متقدمة بأن هذه الأمور التي تخيفنا هي مهمة بالنسبة لنا قدرة أداء عملية حفظ أنفسنا. نعود إلى السؤال. نعم، إذا سنعيش في مجتمع والناس أيضا ينظرون إلى بعض الشرائح الإلكترونية، الناس الذين لديهم شرائح إلكترونية ربما يكون لديهم بعض المعلومات الأخرى الإضافية، أو شخص كان مثلا على سبيل المثال موجودا في كازينو يستطيع أن يعمل بعض الأداة أيضا، حتى إذا كان هناك شريحة الكمبيوتر في العقل موجودة أو في الدماغ مثلا موجودة، ليس لنقل بكازينو لنقل في أماكن آخر، أو حتى بالنسبة للتوازن بالنسبة للشخص. هذا لا يتعلق بهذا الأمر فقط، ولكن هذا ينظر إلى أن نعرف المعلومات أكثر عن الأشخاص الموجودين، وأن يكون لدينا نقل هذه الشريحة. يوجد لدينا سؤال. متى تعتقد أن ذلك ممكن يحصل في المستقبل القريب؟ يعني الوقت تقريبا هو يحصل على نطاق صغير، هو الآن يحصل. هل هناك أي تجارب تقومون بها؟ نعم، بالتأكيد خلال بعض التطبيقات الطبية، على سبيل المثال استخدام الطبية خيف ممكن كان لديه بعض الكتاب الذي تم زراعته أيضا في دماغه، هو إحدى تجارته تم تطويره يورثه عن من أصاب. هل تعتقد أن هذه الميكروشيبس الشرائح الإلكترونية التي ربما تستطيع أن تجعل الإنسان يكون أسرع ويكون لديه فعالية أكثر، وماذا بالنسبة إلى النشاطات البدنية سيكون لديها تأثير؟ أعتقد أننا إذا فكرنا بعض هذه الأمثلة الخيال العلمي، الأمثلة السابقة عندما كنا ننظر إلى طريقة كيف نصبح طبعا نصف آلة ونصف بشر، هي كانت تقريبا من خلال الشرائح الإلكترونية تساعدنا على التفكير، ولكن بالتأكيد إذا نظرت إلى بعض الشخصيات التي قمت بعرضها أيضا هي تتعلق بالأمور البدنية، أيضا هناك تقريبا أمثلة لذلك، هي محدودة وهي بشكل عام لي تهدف إلى أشخاص وأناس يكون لديهم حصل لديهم ربما حادث، مثل الممثل كريستال ريد الذي كان طبعا هو جزء من سوبرمان، ولكن لسوء الحظ هو كان هناك أصابه بشلل، ولكن التكنولوجيا ساعدت إليه بتبني أو تبني التكنولوجيا ساعدته في القدرة على المشي. نعلم بأن ذلك يحصل لحد معين، ولهذا أردت أن أسأله عملية الأمور التجارية وعملية الترويج لكل ذلك، طبعا هل ستكون هي الحكومة المسيطرة على هذه الشرائح الإلكترونية؟ المكتبات والمعلومات التي ستكون موجودة في هذه الشرائح الإلكترونية، من الذي سيقوم بوضع كل تلك المعلومات ويسيطر عليها؟ لا أعرف الإجابة، لكن بالوقت الحالي لدينا حكومات تقوم بعملية وضع التشريع والقوانين بالنسبة لتخزين المعلومات وجمع المعلومات. إذا قلنا أننا نعود بالزمن إلى قبل 1000 سنة أو ما إلى ذلك، ليس لنقل قبل 1000 سنة، لكن عندما ننظر إلى المكتبات في بداية الحضارة التي كانت موجودة، هذه الأماكن التي تعتبر هي مراكز للتعلم، ما هو موجود الآن هو نسبة بالنسبة إلى نسبة معينة فقط معرفة الإنسان، ليس كل شيء ولكن بعض الأمور التي تتعلق بذلك وكم كبير من المعرفة.
وأعتقد أن المسافات التي قمنا باتخاذها في الفترات والعقود الماضية كانت مهمة جداً، ونوع الفجوة عن ما نحن عليه اليوم، وأن يكون لدينا هذه الشرائح لنصل إلى الإنترنت من خلال أدمغتنا. أعتقد أن ذلك ليس بعيداً الآن. شكراً لهذه الإجابة. شكراً. سؤال آخر، أعتقد بالنسبة إلى أنه على المدى البعيد، ألا ستستبدل الإنسان ونكون نحن طبعاً غير موجودين أو لا يوجد لنا أي علاقة بهذه الحياة؟ بالنسبة إلى هذا هو نطاق بالنسبة إلى الخيال العلمي، هذا جزء من الجزء الذي كانت بين شخص والآلة. سأقوم بتجاوز ذلك. السؤال كان هل نفكر بأن الإنسان سيكون له جزء من المعادلة؟ هي بعض التربؤات هنا. الإجابة ليست طبعا واضحة بالنسبة لنعم أو لا، ولكن أنا متفائل أيضا، وأنا أفكر بأن ما الذي يعنيه أن تكون بشر يجب أن يتغير كثيرا في آخر 30 أو 20 سنة، وما الذي تغير أيضا في حوالي 30 أو 40 سنة القادمة. لا أعتقد أنه سيتم استبدالنا كبشر، أو حتى إذا سنصبح لنقل بالوعي الموجود ننتقل بنوع مهين من آلية روبوت، لا أعتقد أننا سنصل إلى ذلك الوقت، لكن من يعرفه. سؤال طبعا أنا بقي في أي جزء يجب أن نقوم بالاستثمار أكثر، في الجزء الذي يعتبر نصف آلة ونصف إنسان، وما هي المعادلة أو المقيم لذلك؟ أعتقد أن ذلك عالمنا الغربي، نحن دائما نقدر البشر كثيرا، وبعض الناس يستثمرون وقتا كافيا في النظر واهتمام بأنفسهم، خاصة من وجهة نظر لنقل ذهنية أو من وجهة نظر بدنية، ولكن دائما نقوم بعملية الاستمرار بحياتنا بأسرع وقت نريد وبوقت سريع جدا، ونحاول طبعا. السؤال كله يتعلق بأين نستثمر أكثر. بالتأكيد أعتقد أن ذلك يكون على الجزئين، من أجل أن ننجح بطريقة معينة بسرعة معينة، هناك كم كبير من التنمية والتطور الذي يحصل في حتى بالنسبة إلى الثورة البشرية للتطور، خاصة في علوم الفضاء. نكون نحن قليلا طبعا لدينا وقت، أو نستغرق وقت لعملية التأقلم، ولكن كان هناك الكثير من التحولات والتغييرات التي كانت في آخر 20 سنة مضت، ولكن خلال وضع لنقل شكل ما تستطيع هذه الماكينات أو الآلات على القيام بعمله، هناك تغذية تراجع. تحدثنا هذا الصباح من نغير طبيعة ما نحن قادرين عليه من خلال الآلات التي نقوم بصناعتها وما تصبح هي قادرة عليه. فخلال السؤال هذه أسئلة من أجابات تأتي، والتي تكون هي، ونحن نقوم بوضع التكنولوجيا التي تساعدنا على الإجابة على هذه الأسئلة التي نطرحها للآلات. نعود إلى الوعي الجمعي بالنسبة إلى الشرائح الإلكترونية، كيف نتأكد بأن سيكون هناك طبعا أمور أخلاقية عندما يتم وضعها أو استخدامها؟ مرة أخرى أعتقد أن ذلك يتعلق بالسؤال الذي تم سؤاله مسبقا، والأطر التي تحدثنا عنها، لأن إذا انتقلنا إلى نوع من الأثر السلبي لما سيبدو عليه المستقبل، وعندما ننظر الأفلام مثلا ترمينيتر، هذا لن يكون جيدا بالنسبة إلى البشرية، ولكن لا أعتقد أن ذلك هو إلى أين نحن نتجه. ولكن الواقع يبدو أن غالبية الناس الآن يسألون أو موجودين بمواقف ويسألون عندما يعمل على الأسس اليومية ليساعدوا لتشكيل هذا المستقبل، ليكون مع المستقبل مع الآلات، ويسألون أسئلة أخلاقية جيدة. ليس بالضرورة نعرف هذا الأمور، ولكن وليس نوعا بالنسبة إلى الخيال العلمي ونتجه بهذه الأمور، لكن أعتقد أننا سننتهي بمستقبلا يبدو ودودا أكثر بالنسبة لنا. نسأل أيضا الآن، طبعا لديهم خلفية إيجابية، وبعض الناس يسألون أسئلة صحيحة التي تساعدنا لننتقل إلى المستقبل لمصلحة جماعية إلى الجميع، وحتى البداية التي تعتبر سلبية حتى في
شبكات التواصل الاجتماعي عندما نصبح واعين إلى كل ما هي خفايا هذه شبكات التواصل الاجتماعي نصبح ننتقل إلى الوضع الإيجابي، لأن هذا في مصلحة الجميع، لأن ذلك يزداد ويشيع أكثر ولمصلحتنا. الآن نكتفي مع الأسئلة، نستطيع أن نستكمل أيضا في هذه المحادثة، ولكن لدينا بعض الأسئلة، بعض منها ممتعة. الأول، ما الذي تفضله، الخيال العلمي أو الواقع؟ الواقع البشر ولا الآلة؟ البشر. مستقبل جيد أو مستقبل سيء؟ أفكر بالجيد طبعا، أحب التفاؤل دائما. التحدث بمعرفتي أيضا أو ربما الغناء، بالنسبة لي أنا ما أقدره، لا حقا ربما أقول الغناء. شكرا ديف، كانت جلسة رائعة جدا، شكرا جزيلا، وشكرا جمهورنا في مكتب معرض الكتاب للندن، وشكرا أيضا للمترجمين محمود وعماد، وأيضا نود أن نشكر أيضا الطاقم الموجود هنا والزملاء الموجودين. شكرا جزيلا، نراكم في الجلسة التالية لليوم الأول بالنسبة إلى معرض كتاب لندن من الساعة 2 وإلى 3.